حسب القانون الجديد كل 10 سنين عندك الحق تهبط كهرباء. قبل كان عندك الحق تهبط كهرباء مرة في الحياة، وبالطبع ما يفوتش عمرها 5 سنين. اليوم باش نوريكم أسعار السيارات في ألمانيا اللي تنجم تهبطهم لتونس وما يفوتش عمرهم 5 سنين. شوفوا البلاصة مكبرها ما شاء الله، شوفوا قداش من كهرباء. تبعوا معايا الفيديو هذا للآخر وقولوا لي شنو رأيكم في الأسعار. فوفي غولف 7 سومها 13,980 أورو. فورد كوغا سومها 16,790 أورو. أودي A5 سومها كاش 50,940. فوفي غولف 8 سومها 24,940 أورو. أودي تي تي سومها 43,900. فوفي بولو جي تي اي سومها 19,290 أورو. أودي كود غاي سومها 38,500. سكودا سومها 18,339.99 أورو. كوبرا سومها 45,660 أورو. سيتروين سي 3 سومها 13,840 أورو. جيب جراند شيروكي سومها 40,940 أورو. أودي أدغاي أتروا سومها 19,800. فورد فوكس سومها 33,380 أورو. سانتا في سومها 35,720 أورو. أودي اي ترون جي تي إلكترو أوتو هذوما إلكترونيكي طلعوا جدد سومها 79,770 أورو. وهاكم تراو فيها من قدام ار اس تيغوان 1.5 تي اس اي سومها 24,740 أورو. اودي كوتس فاي سومها 28,899. راني هنا نحكي بالالمانيه، كيقول اودي يعني كيك تتقال بالالمانيه باش تعرفوها. بي ام في اكس 1 سومها 33,840 أورو. بي ام في 220 اي سومها 19,840 أورو. ميني كوبا سومها 26,840 أورو، كان 27,840 أورو. بي ام في اي 3 اس سومها 26,840 أورو. بي ام في ولا بي ام دبليو في 118 اي سومة 19,840 أورو. بي ام في فاميليال 530 دي اكس درايف سومة 38,840 أورو، كيما تراو فيها مرخصين فيها وكيما قلت لكم فاميليال. اودي كو 7 سومها 99,370 أورو. فوفي باسات فاميليال سومها 17,930 أورو. غولف 2 ليتر سومها 28,950 أورو. فوفي توارك سومها 68,880 أورو. ارويت سبايدر كابريولي سومها 138,740 أورو. ارويت كوبي سومها 162,960 أورو. أودي إرويت جي تي هاكو تشوفوا فيها ما شاء الله، شوفوا كل عجلة شوفوها، هذه مش حاطين عليها سوم. غولف 8 جي تي اي راه في ألمانيا يقولوا جي تي اي ما يقولوش جي تي اي سومها 32,670. وتوا نوصلوا لآخر الفيديو، الفيديو هذايا بارتاجيوه وبعثوه لحبابكم وصحابكم، راه مهم ياسر باش الناس تعرف الاسواق الكراهب الحقيقيه في المانيا، خاطر فما راه برشا ناس ما تعرفش. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.